مرحبا بكم. حلقة جديدة من المحقق، سلسلة القضايا الخاصة، القضايا التي لم تعرض من قبل، كما قضيتنا لليلة. رغم أنها ترجع بنا 2007، إلا أنها لم تعرض من قبل في وسائل الإعلام ولم يتم التعرض لها. قضية باش تهزنا نحكيو على الاستسلام للغرائز الحيوانية اللي تنجم تكون فينا. استسلام يخلي البعض منا يتخلى على مبادئه، يتخلى على أخلاقه، وربما يوصل يرتكب جرائم كما في قضية الحال. قبل ما نواصل بتفاصيل حكايتنا لليلة، ما تنساش كان ما زلت ما اشتركتش معانا أنك تشترك في قناة اليوتيوب باش يجيك جديد الكل متاع المحقق بمختلف حلقاته الأسبوعية. حاضر باش نبداو؟ يلا سيدي، مرحبا في حلقة الليلة من المحقق. حكايتنا تنطلق إذن من 2007، حكاية تهزنا الحي التضامن وتهزنا الأفريل 2007، التحضيرات على قدم وساق في البلاد الكل كما كل عام في الوقايت هذايا لامتحانات البكالوريا. كان فما حاجة ما تبدلتش من وقتها حتى لليوم، هي قيمة امتحان البكالوريا في البلاد بصفة عامة وعند العائلات بصفة خاصة. لكن نهار 20 أفريل 2007، فما طفلة المفروض بعد أيامات تعدي امتحانات البكالوريا ولكنها مختفية. اسمها مريم، عمرها 18 سنة تقريبا، وعندها توا 24 ساعة من اللي اختفت. آخر حاجات كانوا يعرفوا عليها أنها قاعدة تحضر في الباكسبور، هو إشارة انطلاق، كانت تحب الباك بصفة عامة، تحضيرات الباكسبور اللي قاعدة تعمل فيهم، تمشي تقرأ بعد تمشي تحضر شوية باكسبور بعد تروح للدار إلى آخره. لكن توا عندها 24 ساعة وهي مختفية. عائلتها دخلت فيهم غولة، بوها وأمها مرعوبين عليها، هي وحيدتهم. بوها عامل يومي وأمها شادة عطرية، العائلة بكلها على قدهم، ولكنهم ما خلاو ما عملوا باش يوفروا لبنتهم اللي نجموا باش تعدي الباك متاعها. هي نورتهم في العائلة، هي الوحيدة في العائلة ويحبوا يشوفوها تنجح في الباك. والسنة هذا هو العام اللي يستنوا فيه من سنين، الفرحة الأولى الكبيرة في العائلة. لكن مريم اختفت، زعما اختفت في معنى خافت وهجت، هربت بحذا شكون من صاحباتها ولا من أصحابها، وإلا اختفائها فيه إن عائلتها بلغت العناصر الأمنية على أول اختفائها، يعني نهار 19 في الليل بلغوا العناصر الأمنية. مش من السنسة الطفلة، مش من عوايدها بتاتا أنها تقعد للعشية مخر، فما بالك بش أنها ما تروحش حتى لليل. بلغوا العناصر الأمنية مباشرة. بالك شي صارت مشكلة في الدار، تنابستوا انتوما وياها، أبوها ضربها، ادرى شنو صار؟ لا لا ابدا، هذا الكل ما صارش، هي ما قابلتهمش اليوم جمله. خاطر يلزمك تعرف اللي الهروب يتسمى، هذا اللي يصير عاده عند برشا من المراهقين والمراهقات، يصير برشا اللي هو نتيجه غش، غضب، ضرب، ساعات يجي من عند الاولياء فيهرب.
أو تهرب المراهق أو المراهقة، يمشي بحذا صاحبه بحذا صاحبته بحذا أصحابهم، على كل حال إلى أن تتعدى الأمور. عادة الأولياء يبلغوا، ولكن بعد نهايرين ثلاثة يلقاوا أنها هربة كما يسميوها، وترجع أو يرجع الطفل وإلى الطفلة اللي هربت. هذيك علاش في هذه السن تحديد أن الأمن في عمليات البحث يبدأ يدهده بشوية بشوية، خاطر يعرف أنه في أغلب الحالات هي حالة غش ستنتهي قريبا. لكن ما كانتش الوضعية هذه في حكاية مريم. شبه إجماع من عند الناس الكل أنها مش من عوايدها أنها تغيب، وما فهميش علاش تغيب، وهي وحيدة أمها وبوها ودلولتهم، لا بش يضربوها لا بش يعملوا معاهم مشاكل لا حتى شيء، وبالتالي غيابها مستراب. من نهار 20 بدأت الأبحاث الأولى على مريم. لكن مش نفهموا اللي صار لمريم، يلزم نحطكم شوية في الإطار اللي موجودين فيه بصفة عامة، في حي التضامن في العام هذاك، هي مع أصحابها وحبابها. قبل ما نوصوا نحكيوا وقتاش وين وكيفاش باش يتم العثور عليها. مريم إذن قلنا قاعدة تحضر في الباك، ولكن المعروف عليها أنها بنية سوسيابل اجتماعية، وأنها ربما عكس التقاليد اللي تنجم تكون موجودة حتى في الحوم المحافظة ولا الشعبية، هي كانت عندها أصحاب من البنات كيما عندها أصحاب من الأولاد، كانت تخرج كيما مع بعض صديقاتها البنات كيما مع بعض أصدقائها من الأولاد. واللي مش يصير أنه في عمليات البحث بعد أكثر من 72 ساعة من الغياب، مريم باش تتلقى. لكنها باش تتلقى جثة بدأت تتحلل في مجرى مائي بين تونس وغرومباليا، متاع تصريف مياه. مريم تلقات بعد 72 ساعة من غيابها، لكنها تلقات ميتة وتلقات مقتولة، باين أنه صار عليها أثار عنف. لكن مش العنف هو اللي بيش يتسبب في وفاتها، حاجة أخرى تماما باش تكون سبب موت مريم. شنو هي؟ هذا اللي نشوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.